السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا الدكتور محمد فكري، استشاري النساء والتوليد طب القصر العيني جامعة القاهرة، واستشاري الحقن المجاني وتأخر الإنجاب بمستشفى بداية. إن شاء الله إحنا هنكون مع حضراتكم في مجموعة من الحلقات اللي هنتكلم فيها عن كل الحاجات اللي بتهم المرأة أو الأسرة المصرية من خلال المواضيع اللي بتهمها، زي تأخر الإنجاب، زي الحقن المجهري، زي الحمل ومتابعة الحمل، زي المشكلات اللي بتواجهنا في أمراض النساء زي الأورام الليفية وزي النزيف المهبلي، زي آلام الحوض المزمنة. هنتكلم بالتفصيل وهنعمل حلقات عن المشكلات دي وطرق التعامل معها وطرق العلاج الأمثل ليها. النهاردة هنبدأ إن احنا نتكلم عن موضوع بيهم كتير من الأسر، وهو موضوع تأخر الإنجاب. تأخر الإنجاب إن احنا عندنا زوجين تم الزواج ومر أكتر من سنة ولم يحدث إنجاب. طب ليه دايما بنأكد على موضوع ان احنا بنقول سنة؟ لان احنا لقينا ان احنا كتير جدا من الازواج اللي بيزوروا العيادات في اول سنة، لو استنوا اول سنة دي من غير ما يتم زيارة العيادة او من غير ما يتم بحث المشكلة، بيتم او حدوث حمل لوحده خالص. يعني المترددين على العيادات في اول سنة بنلاقي لو استنوا اول سنة دي 80% منهم ممكن بيحصل حمل لوحده بدون اي تدخل طبي. طيب كويس قوي، ليه بقى ما نستناش سنة كمان بعد كده؟ لقينا ان احنا لو استنينا سنة كمان بعد كده 10% بس من الازواج دول هما اللي حصل لهم حمل. فقلنا ان احنا سنة هي فرصة كافية جدا لحدوث الانجاب. طيب احنا طبعا الكالتشر بتاعتنا واحنا كمصريين بنقلق شوية وبنقلق بدري جدا بعد شهرين ثلاثة من الزواج، ليه ما حصلش انجاب؟ ونبدأ ان احنا نقلق ونبدأ ان احنا نتساءل ونبدأ نشوف طب لازم نكشف، لازم نعمل فحوصات. بنقول دايما بنأكد ان احنا الازواج اللي مش معروف عندهم ان في مشكلة طبية، لا نصبر شوية، وغالبا في اول سنة دي ممكن يحدث الانجاب ان شاء الله. طيب حصل واستنينا ومفيش حصل انجاب او مفيش حصل حمل، بنبدأ ان احنا نشوف ايه هي اسباب تأخر الانجاب. اسباب تأخر الانجاب بنبدأ ان احنا نشوف الزوج والزوجة. ببدأ الاول بالزوج. طيب انت دكتور نسا بتتكلم الاول على الزوج. انا ببدأ الاول بالزوج. ليه؟ لان الزوج بيبقى امره سهل، بنبدا ان احنا نعمل تحليل السائل المنوي بيبدا يدينا فكره كامله عن الحاله للزوج. ببدا بالزوج لان كتير جدا ان احنا عندنا بنبدا ان السيده بتبدا تتابع وتاخد منشطات للتبويض وما بنعملش تحليل الزوج خالص، على افتراض ان هو دايما كويس، ونفاجئ بعد ما تابعت شهور وبعد ما خدت ادويه وتنشيط فترات كبيره جدا ان تحليل الزوج فيه مشكله. فبنقول لو سمحتوا احنا عايزين نعمل تحليل للزوج. الميل فاكتور او عامل الزوج في تاخر الانجاب بيوصل ل 40% من حالات تاخر الانجاب، فهو موضوع مهم جدا جدا. طيب هنعمل تحليل السائل المنوي، نعمله فين؟ انا بتعامل مع معمل كبير ومشهور وكويس جدا وبتاع، مع احترامنا لكل المعامل، احنا بنفضل دايما تحليل السائل المنوي يكون في مركز متخصص لتاخر الانجاب. ليه؟ لان هو بيبقى الفحص فيه ادق، بيبقى على اخر مواصفات منظمه الصحه العالميه 2010، فبتبقى الفكره اللي بيديها لنا عن حاله الزوج بتبقى ادق بكتير جدا ومهمه جدا جدا في اتخاذ القرار بعد كده. مع احترامنا لكل المعامل احنا مش بنزعل حد، لكن فعلا تحليل السائل المنوي بيفرق فيه جدا يكون في مكان متخصص. ببدا احكم فيه على عدد الحيوانات المنويه، على جوده الحيوانات المنويه دي والنشاط والحركه الاماميه بتاعتها، على لزوجه السائل المنوي، على نسبه التشوهات، وبقدر اشوف هل التحليل كويس ولا في مشكله، وبناء على المشكله دي بشوف محتاجين دكتور الذكوره يقول رايه او ان احنا يكون في تدخل من دكتور الذكوره ولا لا. طيب طلع التحليل كويس والامور كلها تمام كده، خلاص امور الزوج بالنسبه لنا تمام. بنبدا نشوف الزوجه. الزوجه بدايه فحصنا ليها بيبقى عن طريق السونار في العياده. بنأكد بيبقى في الاغلب سونار مهبلي، بنفضل السونار المهبلي اكتر من سونار البطن، رغم ان كثير من السيدات مش بتحبه او بيكون مؤلم، لكن هو بيدينا معلومات اكتر بكتير وادق بكتير جدا من سونار البطن. فلو سمحتي ما ترفضيش لما الدكتور بتاعك يطلب منك ان احنا نعمل سونار مهبلي. هيديني معلومات عن ايه؟ بيدينا معلومات عن حاجات كتيره جدا، ومع التطور او التقنيه الحديثه في اجهزه السونار الموجوده دلوقتي بقينا بنوصل لمعلومات كتيره جدا. بيدينا معلومات عن الرحم، عن تجويف الرحم، عن عنق الرحم، عن معدل سريان الدم اللي رايح للرحم. بطمن ان الرحم سليم تماما ما فيهوش اي مشكله خلقيه زي الحاجز الرحمي او رحم ذو قرنين، او ان انا ما عنديش اورام ليفيه في الرحم، او ما فيش لحميه داخل تجويف الرحم تمنع من حدوث الحمل. بطمن على المبيضين،
ان المبيض سليم بحجم سليم، ان مخزون المبيض كويس. يعني مخزون المبيض الفكره الشائعه عنه دايما ان هو التحاليل، التحاليل الطبيه فيه مهمه جدا، لكن السونار بيديني فكره كويسه جدا عن مخزون المبيض عن طريق ان انا بشوف حجم المبيض، وعن طريق بشوف حاجه اسمها الاندرال فوليكولار كاونت او الحويصلات اللي موجوده داخل المبيض. ببدا اطمن ان مفيش اي اكياس موجوده على المبيض. بيساعدني بعد كده في ان انا لو عايز اعمل متابعه تبويض ازاي بتابع حدوث ان البويضه بتكبر وبتوصل للحجم السليم عن طريق زيارات متتاليه بنعمل فيها سونارات مهبليه. كده اطمنا على الرحم، اطمنا على المبيض، بيبقى فاضل قناه فالوب. للاسف السونار ما بيديناش فكره كامله عن قناه فالوب. هل قناه فالوب الطبيعيه بتبان في الموجات الصوتيه؟ لا للاسف ما بتبانش. طب امتى ممكن السونار يفيدنا في حالات اللي فيها مشكله في قنوات فالوب؟ في حالات الانسداد العاديه مش هيفيدنا بحاجه ومش هنقدر ان احنا نشخصه بيها، بنلجا ساعتها لوسائل تانيه للتشخيص. لكن هو ممكن يبين لنا كويس جدا لو في ارتشاح في قنوات فالوب. يعني عندي قناه فالوب وهي قناه مهمه جدا لان هي اللي بيحصل فيها اخصاب البويضه عن طريق الحيوان المنوي وثم انتقال الجنين بعد كده الى داخل تجويف الرحم ويستقر فيه لغايه الولاده. لو قناة فالوب دي فيها مشكلة زي التهاب أدى إلى وجود ارتشاح أو تجمع سائل خلوي داخل قناة فالوب، ساعتها بنقدر إن احنا نشوفه عن طريق الموجات الصوتية وبناخد الإجراء الطبي المناسب ليه حسب الحالة طبعا. طيب احنا كده عملنا الموجات الصوتية، عايزين إن احنا نطمن على مخزون المبيض وعلى تحاليل أخرى. لازم بنبدأ نعمل تحليل يأكد لي إن الزوجة عندها مخزون كويس. في الاغلب بتبقى تحليل بتعمل في اليوم الثاني او اليوم الثالث من بدايه الدوره الشهريه زي تحليل اف اس اتش وال اتش. بقى في دلوقتي تحليل مهم جدا جدا بقى بنعمله في كل المراكز، تحليل اي ام اتش انتي مولاريان هرمون، بيديني فكره دقيقه جدا عن مخزون المبيض وممكن يتسحب في اي وقت. في تحاليل اخرى مصاحبه مهمه زي تحليل الغده الدرقيه. هل الغده الدرقيه ليها علاقه بالمخزون؟ لا، لكن الغده الدرقيه او ان هي يكون بتعمل بصوره جيده وكفاءه جيده والمستوى الهرمون في الدم كويس مهم جدا جدا لحدوث الحمل واستمراره، يعني مش حدوثه بس، حدوثه واستمراره بشكل طبيعي. في تاني هرمون البرولاكتين او هرمون اللبن، ده من الهرمونات المهمه جدا اللي لازم اكون بطمن ان هو في معدل طبيعي، لان زيادته عن المعدل الطبيعي ممكن يخلي التبويض مش في احسن صوره او يمنع التبويض خالص. فعشان كده بيبقى مهم جدا جدا ان احنا نشوف هرمون اللبن والمعدل بتاعه. احنا دايما الاول ما نكون في تاخر انجاب بنتعامل مع المبيض بس. كتير من الحالات ما بنعملش تحليل سائل منوي، ما بنعملش اي فحوصات تطمننا على قنوات فالوب، وبنلجا ان احنا على طول ندي منشطات للتبويض، كان هو السبب الوحيد لتاخر الانجاب هو تنشيط التبويض. تنشيط التبويض او كسل المبيض زي ما بنقول هو عامل من العوامل اللي ممكن تكون سبب في تاخر الانجاب، لكن في عوامل ثانيه مهمة جدا جدا. فالحاجات اللي انا قلتها بنبدأ ان احنا نعملها اول ما الزوجين بيبدأوا ان هم يبحثوا عن الانجاب، لازم اطمن على الحاجات دي كلها. الزوج بعمل تحليله والزوجة ببدأ اعمل فحوصاتها. طيب انا قلت ان قنوات فالوب ما بتبانش في الموجات الصوتية، وهي المكان مهم جدا لحدوث الانجاب بشكل طبيعي، لان هو المكان اللي بيتم فيه اخصاب البويضة بالحيوان المنوي ثم انتقالها الى تجويف الرحم. ببدأ اطمن عليها عن طريق حاجه مهمه جدا اسمها الاشعه بالصبغه. الاشعه بالصبغه دي ان انا بحقن الصبغه داخل تجويف الرحم عن طريق المهبل وعنق الرحم، وبعد كده ببدا اخد لها صور اطمن بيها ان الرحم بقى مليان بالصبغه دي كلها، اتملى بيها، يعني التجويف كويس، ما فيش اي حاجه منعته ان هو يتملي بالصبغه، ثم ان الصبغه دي عدت كويس في قنوات فالوب ورسمتهم الاثنين، فكده اطمنت ان قنوات فالوب بتعمل بشكل جيد، ثم ان بعد كده الصبغه دي خرجت بره قنوات فالوب الى تجويف البطن او تجويف الحوض. فمعنى كده بطمن ان مفيش انسداد في قنوات فالوب. يبقى بناء على اللي انا قلته ده يبقى هي ممكن تشخص لي ان كل حاجه كويسه، ممكن تشخص لي ان في مشكله في الرحم لو في حاجه بتمنع ان الصبغه دي تمشي كويس داخل الرحم، ممكن تبين لي لو في انسداد في قنوات فالوب وتحدد مكان الانسداد فين، هل هو في الجزء داخل الرحم ولا هو في طرف قناه فالوب، وبتبدأ تحدد لي هل في انسداد او لا في قناة فالوب في الجزء الخارجي اللي بيفتح على تجويف الحوض، هل في التصاقات فيه، هل ما بيعملش بشكل جيد. فبتديني معلومات مهمة جدا جدا. كتير من الستات بتخاف من موضوع الأشعة بالصبغة وبتتخض اول ما تسمع
عليها، رغم ان هي يعني تقريبا ملهاش سايد افكت او ملهاش مشاكل، لكن هم دايما بيخافوا من موضوع بتبقى مؤلمه جدا. بنقول دلوقتي ان احنا كتير من المراكز بقينا بنعملها تحت تاثير مخدر، فبتاخد بنج وتبقى انها تعمل الفحص بتاعها، فخلاص بتتجنب الالم وبناخد الاستفاده الكبيره منه. طيب هل الطريقه الوحيده عشان نطمن على قنوات فالوب هي الاشعه بالصبغه؟ في طريقه تانية عن طريق منظار البطن. منظار البطن هي عمليه جراحيه داخل حجره العمليات، بناخد تخدير كامل وبنبدا ان احنا ندخل جوه تجويف البطن عن طريق كاميرات بندخلها داخل تجويف البطن والحوض، ونبدا نشوف الرحم وقنوات فالوب والمبيضين، وبنبدا ان احنا نحقن الاشعه بالصبغه بطريقه شبه اللي قلناها قبل كده في الاشعه بالصبغه العاديه، وبنشوف الصبغه وهي بتدخل قنوات فالوب وهي بتخرج منها وبنطمن عليها. ممكن دلوقتي معانا تليفون استاذ محمد من اسكندريه، اتفضل حضرتك. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور ازي الحال؟ اهلا بحضرتك. ممكن اسالك سؤال بس لو سمحت؟ اتفضل اتفضل حضرتك. دلوقتي انا زوجتي بتولد قيصري. تمام. ومعايا دلوقتي من الاولاد ولدين وبنت. تمام ربنا يخليهم لك. فانا عاوزها تنجب ثاني يعني طفله. عايزها تنجب ايه يا فندم؟ ايه؟ عايزها تنجب ايه؟ عاوزين نجيبه تاني يعني. هي رافضه الموضوع ده، تقول لي انا هي عندها ضغط عالي عندها. هو ابنك الصغير عنده كام سنه؟ ابني الصغير؟ عنده 6 سنين. 6 سنين، طب انتوا بتستعملوا وسائل منع الحمل؟ ايوه هي بتاخد وسائل. طيب بطلوا الوسيله وان شاء الله يحصل حمل. انتوا جربتوا تبطلوا الوسيله وما حصلش حمل؟ دلوقتي احنا بنساله بس بالنسبه للضغط، هي مريضه الضغط. تمام. يعني هي الضغط العادي بتاعها، وهي لما بتحمل الضغط بيرتفع عليه. تمام. ضغط الحمل العادي. فهمت حضرتك. تمام. يعني هي ممكن في الانجاب ما فيش مشكله ولا ايه؟ طيب بشكر حضرتك جدا، هجاوبك على سؤالك. في فرق بين ضغط الحمل المزمن او كرونيك هايبرتنشن وبين ضغط الحمل المصاحب للضغط العالي المصاحب للحمل. دايما السيدات اللي عندهم ضغط حمل مزمن بيكونوا اكتر عرضه طبعا ان في الحمل الضغط يعلى اكتر كمان. ضغط الحمل المزمن ده بيتقسم لدرجات، بيقسمها دكتور البطنه المتابع للحاله. في درجات بتبقى عاليه جدا من ارتفاع ضغط الدم واللي بتاخد اكتر من ادويه طبيه، دي ساعتها بنقول ان ممكن يكون الحمل خطر عليها وبتبقى عرضه اثناء الحمل لحدوث حاجه اسمها تسمم حمل وتشنجات لا قدر الله. لو هي من الدرجات دي ساعتها بننصح، واحنا عندنا اولاد قبل كده بنقول لا الحمد لله كفايه وما نعرضش نفسنا لحاجه زي كده. لكن مش كل مريض الضغط ما ينفعش يحصل حمل. في مريض الضغط بتبقى الدرجات او الكلاس، بنقول كلاس 1 او كلاس 2، بتبقى درجات بسيطه بتتعالج بالعلاج الطبي بتاعها، بيبقى جرعات مش كبيره، بتحصل ارتفاع في الضغط الحمل وممكن يزيد اثناء الحمل، بنتم متابعته من اول يوم في الحمل. بتحتاج طبعا ادويه ضغط ممكن تزيد جرعتها شويه اثناء الحمل، بتحتاج زيارات مكثفه اكتر لمتابعه الجنين والاطمئنان على حالته وعمل دوبلر والاطمئنان الجنين بينمو بشكل كويس والسائل الامنيوسي بشكل كويس، وبنعمل فحص الرباعي الابعاد في اول الحمل وفي الشهر الخامس. كل الحاجات دي هنشرحها بعد كده بتفصيلها ان شاء الله، لكن بتبقى بتحتاج متابعه جيده لغايه الولاده ان شاء الله. فما اقدرش اقول ان كل سيده عندها ضغط عالي ما بتحملش، لان ده طبعا مش واقعي وده بيحصل كتير جدا وبيعدي الحمل بشكل جيد مع المتابعه الكويسه. لكن السيدات اللي وصل المشكله ان ضغط الحمل عالي جدا، خصوصا السيدات اللي في مرحله متاخره من ان في مشكله في الكلى، ساعتها دول السيدات اللي ممكن نقول لا ممكن نتجنب الانجاب او الحمل، عشان المشكلات القويه جدا اللي ممكن تحصل مع الحالات اللي بنسميها سيفير كيسز اوف هايبرتنشن هي دي اللي ممكن نقولها كده. لكن المعظم اللي بتبقى موضوع ارتفاع ضغط الدم بسيط او بيتم علاجه بشكل جرعات بسيطه، لا بنسمح ليها بالحمل وبيكون الحمل امن مع المتابعه الجيده. ارجع تاني لموضوعنا، احنا كنا بنتكلم عن المنظار البطن ودوره في تشخيص الانسدادات اللي موجوده في قنوات فالوب. فقلنا ان احنا بنبدا نشوف الصبغه وهي داخل الرحم وداخل قنوات فالوب، ونطمن ان هي بتخرج داخل تجويف الحوض بشكل جيد ما فيهوش اي مشكله. بيدينا المنظار البطن فرصة كمان، أو بيدينا إمكانية حل مشكلة ممكن نشوفها، يعني ممكن نلاقي فيه التصاقات في قناة فالوب، ممكن نبدأ نتعالج معاها ونحل الالتصاقات دي.
ممكن ان احنا يكون في مشكله زي بطانه رحم مهاجره عامله انسدادات في قناه فالوب، ممكن ان احنا نبدا نتعامل معاها عن طريق منظار البطن. كان في فتره كبيره بنستعمل فيها منظار البطن مع تسليك قنوات فالوب اللي بيكون فيها انسدادات. للأسف كتير من علاج الانسدادات دي وتسليك القنوات فالوب ما كانش بيدينا أحسن نتائج، وكان بيخلي دايما المريضة عرضة يحصل حمل خارج الرحم بعد كده. وطبعا ده بقى قليل شوية ان احنا نعمل موضوع تسليك القنوات بعد الايرا اللي احنا فيها دلوقتي من الحقن المجهري، وان نسب نجاح حبوب مرتفعة بشكل كبير جدا، وبيجنبنا موضوع الحمل خارج الرحم اللي ممكن يحصل بعد تسليك قنوات فالوب، لكن لا يزال هو حل موجود وقائم وبيستخدم في حالات وبيجيب فيها نتائج كويسة. طيب احنا كده عملنا منظار البطن، طب ايه هو المنظار الرحمي؟ منظار الرحم ده هو ان انا بدخل داخل تجويف الرحم عن طريق المنظار، بيدخل داخل عنق الرحم ثم الرحم، بشوف في الرحم كأني دخلت جوه اوضه كده، ببص فيها على جدران الرحم، بطمن ان هي مفيش مشكله، بطانه الرحم بتعمل بشكل جيد، فتحتين قناه فالوب ظاهرين بشكل كويس جدا، مفيش داخل الرحم اي اورام ليفيه، مفيش اي لحميه، مفيش اي حاجز، مفيش اي حاجه او مشكله قد تؤدي الى تاخر الانجاب او ان هي تعيق حدوث الحمل. طيب معانا اتصال تليفون تاني، اتفضلي حضرتك. اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا عملت شهر استقبال وطلع عندي انسداد في الأنبوبة اليمين والالتصاقات قافلة للأنبوب الشمين. تمام، حضرتك عندك كام سنة يا فندم؟ 27. سبق الإنجاب قبل كده؟ آه. معانا أولاد قبل كده؟ آه. كانت ولادات بتتم قيصري ولا طبيعي؟ قيصري. تمام يا فندم، ودلوقتي إحنا عندنا أنبوبة خلاص مسدودة خالص والتانية حواليها التصاقات. أثناء الالتصاقات من الصبغة ما دخلتش رحم يعني قناتين فالوب الاثنين ما فيش الصبغة ما بتعديش فيهم. أه تمام يا فندم، شكرا لحضرتك. طبعا احنا هنا عندنا انسداد لقناتين فالوب. طب ايه السبب؟ أنا كنت كويسة وكنت بيحصل حمل عادي جدا وقناة فالوب كانت بتعمل بشكل كويس وعندي مخلفة قبل كده، وبعدين دلوقتي حصل الانسداد دي. طبعا المتهم الأول هنا هو العمليات الجراحية. العمليات الجراحيه زي الولادات القيصريه ممكن بتعمل شويه التصاقات في البطن وتعمل حاجات زي انسدادات في قنوات فالوب. في اسباب تانيه زي بطانه الرحم المهاجره، في اسباب تانيه زي التهابات الحوض المزمنه اللي ممكن تعمل انسدادات وارتشاحات في قناه فالوب. طيب احنا دلوقتي عندنا في الحاله هنا ان احنا قناتين فالوب الاثنين ما بيعملوش. دي بنقول من اللي هي ستريت فورورد انديكيشن، او بيبقى سبب مباشر جدا وواضح جدا ان حضرتك محتاجه تعملي حقن مجهري. لان احنا مش ممكن يحصل حمل من غير ما يكون قنوات فالوب بتعمل بشكل جيد. يعني احنا لما يكون عندنا قناه فالوب لو في واحده بتعمل والتانيه فيها انسداد ممكن نجرب حدوث الحمل الطبيعي عن طريق قناه فالوب السليمه. لكن لو الاثنين مصابين والاثنين لا يمكن اصلاحهم، ساعتها بنقول ان احنا لا، لازم ان احنا نعمل حقن مجهري. بس قبل ما نعمل حقن مجهري لازم ناكد التشخيص بتاعنا. ففي حالة حضرتك أنا بنصح بعمل منظار بطن أولا وإعادة الأشعة بالصبغة دي داخل منظار البطن، ونشوف ممكن تكون في التصاقات بسيطة هي اللي عاملة قافلة الأنابيب أو قناة منهم، ساعتها ممكن نعمل تسليك ليها داخل المنظار، ولو تبقى إن قناة فالوب المصابة دي تشتغل بشكل كويس. إن أمكن كده يبقى عندنا فرصة إن إحنا نجرب حدوث الحمل الطبيعي. لو ما امكنش وفضل الانسداد موجود وقناتين فالوب الاثنين مصابين وما يقدروش يعملوا شغلهم، ساعتها بنقول ان احنا لازم ان احنا بنعمل حقن مجهري. وحقن المجهري في حالات حضرتك بيبقى نسب نجاحه مرتفع جدا، لان اولا حضرتك حصل انجاب قبل كده، الحاجه الثانيه حضرتك سن صغير فهيبقى في مخزون كويس ونقدر ان احنا نحصل على بويضات واجنه ثم بالتالي الاجنه بشكل كويس جدا. فهنعمل منظار البطن الاول ناكد التشخيص، نشوف لو ممكن نلاقي قنوات فالوب دي، إن أمكن تمام وهنجرب المحولات الطبيعية، لو ما أمكنش يبقى هنعمل حقن مجهري. نرجع لموضوعنا، موضوع أسباب تأخر الإنجاب. اتكلمنا عن أسباب الرجل والمرأة، هنتكلم دلوقتي عن حاجة مهمة جدا وهو كلمة بنسمعها كلنا في العيادات بتاعتنا، هو أنا عندي المبيض كسلان، كسل المبيضين. يعني إيه المبيض كسلان؟ المبيض كسلان ده هو يعني لفظ مش علمي احنا بنستخدمه لمحاوله توصيل الصوره للحاله او ان احنا نقرب لها الموضوع. كسل مبيض
يعني ليه اسباب كتير جدا. كسل المبيض ممكن يكون ان المبيض ده ما بيقومش بدوره عشان هو ما فيهوش مخزون. هو ايه دور المبيض؟ دور المبيض هرمونز كتيره جدا مفيده للجسد لجسم الزوجه، وان هو كل شهر بيبقى فيه بويضه بتكبر وجاهزه ان هي تتخصب. طيب لو المبيض ما بيطلعش كل شهر بويضه في وقت التبويض جاهزه ان هي تتخصب، هنا بنقول ان احنا عندنا فيه كسل في المبيض. ممكن يكون عشان المبيض اصلا مخزون فيه ضعيف، ما عندوش البويضات اللي يقدمها. ده سبب. ممكن يكون في سبب تاني هو السبب الأشهر، وده هنعمل له حلقة لوحده منفصلة تماما، هو موضوع تكيس المبيضين. يعني إيه تكيس مبيضين؟ يعني أنا عندي مبيض في مخزون كويس لكن ما بيعملش التبويض كويس، ما بيكبرش البويضة في الميعاد المناسب بشكل كويس. طب ليه رغم إن هو عنده مخزون كويس ما بيعملش كده؟ إحنا مش عارفين. طب هو بيجي من إيه؟ إحنا مش عارفين. طيب في معانا اتصال، اتفضلي حضرتك. الو الو، ايوه اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي يا فندم. ايوه يا دكتور. اتفضلي حضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا حامل بقالي ايه؟ بقالي شهرين. شهرين. يا دكتور بنجيت الحمل بقالي شهر وانا شهر ونص كده نزل عليه نزيف كتير. تمام. رحت الدكتور عندنا قال لي ده يكون عندك حملين، حمل سليم وحمل عنقودي. تمام. فقال لي في حمل سليم موجود ما فيهوش اي اصابات، بس اللي انا قعدت اربع اسابيع كان بينزل عليا دم زي كتل كده يا دكتور. تمام. يعني حضرتك حامل في توأم منهم جنين مصاب بالحمل العنقودي والتاني كويس ما فيهوش حاجه. هو الدكتور بيقول لي اللي نزول الدم ده تشخيصه احتمال ان هو يكون حمل عنقودي لان كميه النزيف كانت كتير. اه. فيا دكتور. تمام. انا بقالي اربع اسابيع بنزف، فاعطاني ايه؟ اعطاني علاج يوقف النزيف. طيب انا يعني بشكر حضرتك جدا، انا بس باكد على الموضوع، هو هنا اهم حاجه ان انا مؤكد التشخيص مظبوط. يعني ان هو ما يكونش حمل عنقودي واحنا مستمرين في الحمل، لكن لو هو حمل عنقودي والبيبي التاني هم توأم والبيبي التاني كويس، ساعتها كل اللي هنعمله ان احنا متابعه جيده جدا على امل ان هو البيبي التاني ده يكمل بشكل كويس. للاسف في حالات كتيره جدا بيبقى ده صعب شويه، لان الحمل العنقودي بيبقى سبب لنزيف، لان هو كائن حي مش هيتم ولادته بشكل طبيعي، بيبقى سبب لتقلصات في الرحم زياده جدا، لان هو بيكبر حجم الرحم شويه، بيبقى سبب لنزيف مستمر، بيعمل مشاكل زي انيميا، ممكن يهدد حدوث الاجهاض. فطبعا انت حاله طبيه محتاجه متابعه جيده، محتاجه حجز في المستشفى، ما ينفعش تبقي في البيت، ومتابعه الامور. استقرب بشكل جيد هنكمل حمل؟ لا، النزيف مستمر والحمل العنقودي ده بيكبر، وفي حمل العنقودي ده ليه انواع كمان، ساعتها ممكن نضطر ان احنا ننهي الحمل عشان نتفادى اي مخاطر على حضرتك. طبعا احنا بنشكر حضراتكم جدا جدا، وان شاء الله باذن الله يكون لنا حلقات تانية نتكلم فيها عن اسباب تاخر الانجاب بشكل اوسع وطرق حلها والحقن المجهري وايه فرقه من التلقيح الصناعي، وكل خطوه تبقى بشرح مستفيد باذن الله. شكرا لحضراتكم، اشكركم جدا.